السلام عليكم. هاد لا فيديو غنشوف فيها لا ستراكشر هيراركيكو فونكسيونيل اولا لو ستاف اند لاين. كيف كتشوفوا من السميه ديالها كتجمع لينا بين لي دو ستراكشر لي ديجا شفنا لا ستراكشر هيراركيك ولا ستراكشر فونكسيونيل اولا بالضبط كتجمع لنا لي زافونتاج اللي كاينين فيهم بجوج. لي زافونتاج اللي كاينين فيهم بجوج هي لينت دو كوموندمون بالنسبه لا ستراكشر هيراركيك ولا سبيسياليزاسيون بالنسبه لا ستراكشر فونكسيونيل. غنشرحو كل وحده بوحدها. دونك لينت دو كوموندمون سي لو بوفوار ابارتيان ا دي شاف هيراركيك كي سون اون لاين اي كي ديسبوز دون اوتوريتي جينيرال. كنسميهم اوسي لي زوبيراسيونيل. لي ريسبونسابل اون لاين دواف تونير كونت دي سيكسيسيون اي دي ريكومونداسيون دي ريسبونسابل اون ستاف كي لي ترانسفورمي اون اوردر. C'est-à-dire, كيف شفنا في لينتي دو كوموندمون كل واحد عنده ان سول شيف وكل شيف عنده ان سول سوبيريور اي انسي دو سويت. يعني في هاد لا ستراكشر كل واحد عارف السلطه اللي ليه والسلطه اللي عليه. هي لا كونديسيون اللي عندنا هنا زايده ان هاد لي شيف اونلاين خاصهم ياخذوا بعين الاعتبار لي كونساي والتوجيهات، يعني النصائح والتوجيهات اللي كيعطيوها لهم لي ريسبونسابل اون ستاف، وهما وكيحولوها لدي زوردر. دونك لي ريسبونسابل اون ستاف هما اللي غادي نشوفو في هذا سبيسياليزاسيون. لا سبيسياليزاسيون اي لو فيت دي ريسبونسابل كي كونساي مي كي نو ديسيد با اي لوبسيرف اي سون اون ستاف او لا ايتا ماجور سو سون لي فونكسيونيل. دونك في هاد لا ستراكشر كاين عندنا واحد دي ريسبونسابل كنسميهم خبراء، كاين عندنا في هاد ليتا ماجور ولا لو ستاف باللونجلي، و اوسي ممكن نسميهم لي فونكسيونيل. هاد ليتا ماجور doit se confiner dans son rôle de conseiller et éviter de donner des ordres directs. C'est-à-dire ça تبقى في الدور ديال اعطاء النصائح والتوجيهات والملاحظه. الملاحظه ما تدخلش ما تعطيش لي زوردر ديريكتومون، يعني ما تكونش ما عندهاش سلطه اعطاء الاوامر. سلطه اعطاء الاوامر كاينه فقط لي شيف اونلاين او لا لي شيف لي زوبيراسيونيل، لي شيف اوبيراسيونيل. لا ستركتور لورغانيغرام ديالها الي كوم سوي. دونك غادي نشوفو مثلا داكسيون جينيرال الا ما شفناش هاد لي طاماجور. غادي نشوفو مثلا الا داكسيون جينيرال وتحت منها داكسيون كوميرسيال داكسيون ريسورس اوما، يعني من هنا لتحت كيبان لكم انها كتشبه لا ستركتور لورغانيغرام ديال لا ستركتور هيراركيك. سيتادير كل واحد باين السلطه اللي ديالو والسلطه اللي عليه، كل واحد عارف السلطه اللي ليه والسلطه اللي عليه. دونك لإعطاء الأوامر أو لا لي زوغدغ كتكون من طرف هاد لي شيف لي كترتبط بيناتهم هاد الخط المستقيم. أوكي باغ كونطخ بالنسبة لليزون دو كونساي، لليزون دو كونسي دو كونساي كيعطيها لينا هاد الناس اللي كاينين في ليتا ماجور. دونك سو سون دي سبيسياليست سواء اون ستراتيجي سواء اون بلانيفيكاسيون سواء اون كونترول دو جيستيون، يعني كل واحد على حساب اكتيفيتي ديالو كيعطي النصائح لو شيف اللي خصو يعطيه النصيحه. دونك كنرمزو ليها بهاد الخط اللي فيه هاد لي بوين متقطعين، فيه هاد النقاط متقطعين. دونك هنا كنعبرو على لا ليزون دو كونساي اللي ديجا شفنا في الفيديو الاولاني، هادي كتسمى ليزون دو كونساي. عندهم الحق باش يعطيونا نصائح توجيهات في اتخاذ القرارات بالنسبه لهاد لي شيف، باش يعطيو النصائح بالنسبه لهاد لي شاف، ولكن ما عندهمش الحق باش يعطيو الاوامر دايريكتومون ليهم. اوكي اعطاء الاوامر كاين عند هاد لي شاف اونلاين. لي زافونتاج ديال هاد لا ستراكشر هي اني تو دوكوموندمون اكليري بار دي سبيسياليست. سيتادير وجود ديال هاد لي دوكوموندمون، يعني كل واحد عارف السلطه اللي ليه والسلطه اللي عليه، في نفس الوقت تاخذ او تيقرر ولكن باخذ بعين الاعتبار هذوك النصائح والتوجيهات اللي كاينين عند لي سبيسياليست. سي تادير بين واضحه راه يكون هذا القرار اللي غادي القرار اللي كيتخذ اولا الاوامر اللي كتعطى غادي تكون راسيونيل، تكون اوبتيمال، يعني وجود الخبراء دونك كيعطيها هاد الميزه ديال راسيونيل. وكتكون عندنا ان جيستيون اكور تيرم اي لونغ تيرم. دونك من هنا غيبان لكم ان الخبراء عندهم واحد الخبره اللي في المجال ديالهم، دونك كتكون عندنا قرارات حكيمه سواء في الكور تيرم سواء في اللونغ تيرم. نبين لي زانكونفينيون كاينين اللي كاينه في هاد لا ستراكشر هو لو ريسك دو كونفلي اونتر لي ديسيدور اي لي كونسيي، يعني ممكن هاد لي كونسيي يتحولوا ادي فري ديسيدور اللي هما يوليو كيعطيو الاوامر، تكون عندنا واحد الكونفلي بين هاد لو كليشاف اوبيراسيونيل اللي شاف فونكسيونيل.